اخر خبر له علاقه بالقمامه، والحقيقه ان احنا عندنا يعني تجربه جديده اكشاك لبيع القمامه. يعني ابتدينا بنفكر عن طريق جمعيات اهليه ونواب بيفكروا ازاي نقدر نتخلص من القمامه عن طريق اكشاك. الناس بتودي الزباله وبتاخد لها يعني فلوس او بدائل، هنعرف ده من التقرير. لكن المشكله بقى انه هذه الافكار الغير تقليديه اللي احنا بنحاول بيها او البعض يحاول بيها ان هو يتغلب على مشكله القمامه اللي مش عارفين نخلصها، وكانها اصعب من المفاعل النووي يعني مثلا. هذه المشكله مزعجه جدا او هذه الحلول مزعجه جدا بالنسبه للزبالين، لدرجه انه الزبالين اضربوا في مصر الجديده اعتراضا على اكشاك القمامه. نشوف التقرير. الزبالة بتعد من أكبر المشاكل اللي بتقابلها الدولة، إن إحنا بننتج أكتر من 80 مليون طن سنوياً. في مبادرة جديدة طلعت اسمها بيع زبالتك، فإحنا حبينا نسأل الناس هل مستعدين يتخلوا عن العادة السيئة دي ويبيعوا زبالتهم؟ قبل كده رميت زبالة في الشارع؟ لا. ممكن شيبسية بصراحة، يعني كيس شيبسي. ده مكانها، مفيش حتة مكان غير ده. لا طبعاً. خالص. في العمارة اللي أنا فيها ناس كتير بتخزن الزبالة وتروح ترميها في الشارع. أنا رميت زبالة؟ بصي هو مش لاقي حد يلمها لك. وعشان كده ظهرت مبادره بيع زبالتك اللي بتناشد المجتمع انه يبيع القمامه غير العضويه لمجموعه من الشباب بيدوروا على فرص عمل. ومن هنا ظهرت اكشاك بيع زبالتك. الناس بتجيب مخلفات صلبه زي مثلا الكنز والورق البلاستيك الازاز الكرتون، كل حاجه ليها سعر بالكيلو. هي مربحه في حته ان احنا بناخد الحاجه دي من ناس بنشتريها منهم، انا ببيعها لمصنع او شركه، يعني في شركات متعاقدين معاها ومصانع، فبنباع لهم الحاجه دي بمقابل برضو مادي يعني. واكتر انواع المخلفات اللي بتبيعها الناس هي البلاستيك والازاز، وبتوصل في اليوم من 70 ل 100 كيلو. تعالوا نشوف رد فعل الناس ايه اول لما سمعوا عن المبادره دي. سمعت عنها؟ لا لسه، دي لسه ما سمعتش. يعني لو قلت لك دلوقتي تلمي لي مثلا اربع ازايز من الشارع واديكي 10 جنيه تعمليها؟ ممكن اعملها، ومش لازم ال 10 جنيه. لا سمحتهاش. ابيعها طبعا، في حد ما يرضاش يبيع؟ يبيع زباله. اعملها صدقيني، ما اعملهاش ليه؟ عمال افكر فيها. طبعا انا مثلا عقبال ما اجمع كيلو صفيح او كيلو بتاع ده بلاستيك هيبقى كتير عليا قوي، احطهم فين؟ طب ده كله بالذمه. بيع زبالتك مبادره مش بس لقت اقبال الناس وبتساعد في حل ازمه القمامه في مصر، بل برضه بتوجد فرص عمل لكتير من الشباب. كنزي محمود، هنا العاصمه.